السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الله حسن AKA بيكلز من فريق اكسترا جيمنج، وعندنا اسبوع جديد واخبار جديدة. اخبارنا الاسبوع فيها اشاعات وايد، خليكم معنا. كل كروتك واكثر codynow.com. أول شيء هنتكلم عن شركة كابكوم، عندهم خبرين لهذا الأسبوع. الخبر الأول يخص Resident Evil. شركة كابكوم دزت دعاوي حق محبين Resident Evil اللي بأمريكا علشان يجربون لعبتهم الجديدة. هل هي Resident Evil جديدة؟ هل هي لعبة جديدة؟ ما ندري. والخبر الثاني راح يكون عن Devil May Cry. الممثلين الأصوات فيرجل ودانتي راح يكونوا متواجدين في معرض Gamescom 2019، صح؟ أوكي، زين. وقالوا إنه راح يتم إعلان عن شيء جديد حق Devil May Cry. هل هي إضافة؟ مع إنه ما قالوا إنه ما راح ينزلون إضافات، بس للحين ما ندري. واحد منهم قال اللي بوث كابكوم لا يجيب معاه تليفونه، لأنه راح يعرضون شيء حصري ما يبون أحد يصوره وينشره برا. والحين ننتقل إلى شركة بنجي ولعبتها Destiny 2. أعلنت الشركة أن اللعبة تقدر تنقل التخزين مالتك من جهاز إلى آخر، من البلاي ستيشن للإكس بوكس للبلاي ستيشن 4. قلت بلاي ستيشن 4، شنو الباقي؟ PC، آسف. زين، وراح تكون الخاصية هذه متواجدة الأسبوع الجاي تاريخ 21 أغسطس. والحين ننتقل إلى اللاعب نينجا المشهور بلعبة فورتنايت، عقب ما انتقل من تويتش لمايكروسوفت اللي هي البلاتفورم مالهم ميكسر. شكرا. زين، صار تلاعبات وايد بقناته اللي بتويتش، صار فيها دعايات حق قنوات ثانيه، وصار فيها دعايات حق اشياء مخلله للاداء. فقام نينجا ورفع عليهم قضيه، وما يندرى شنو راح يصير بينهم، بس صراحه حركه مو حلوه من تويتش، وتوقعتهم اكبر من كذي. والحين نروح حق اشاعات الاسبوع. عندنا لكم ثلاث اشاعات، ثنتين منهم من سوني وواحدة منهم من كونامي. الإشاعة الأولى من شركة سوني هي عن الإعلان عن جهاز الجديد البلاي ستيشن 5. يقولون إنه راح يعلنون عنها بفبراير 2020 بحدث بلاي ستيشن ميتينج. ليش بالحدث هذا؟ ليش مو بإي 3 فرضاً أو جيمز كوم؟ أنا ما أدري. وبتاريخ 1 نوفمبر راح تصدر حلقة جديدة من State of Play من شركة سوني. يمكن يعلنون عن تاريخ اصدار لعبه The Last of Us 2، وهم راح يتكلمون عن Death Stranding و Star Wars Jedi شنو اسمه Fallen Order. زين، اذا ما اعلنوا عن تاريخ الاصدار المفروض يعني خلاص، يعني ما بقى شيء على هالسنه، وللحين ما حددوا متى راح تنزل اللعبه، يعني خلاص لمتى. والحين نروح الى اخر اشاعه، وشركه كونامي مع لعبتها Metal Gear 5 يقولون انه راح ينزلون اديشن جديد حق اللعبه اللي هو ديمن اديشن، راح يغيرون فيها كم شخصيه وكم شغله بالقصه. هل بينهون القصه ولا بمهدون حق جزء جديد؟ للحين ما ندري، يمكن اشاعه صدق يمكن اشاعه مو صدق. والحين وصلنا الى نهايه الحلقه، يعطيكم العافيه على المتابعه، لا تنسون لايك والسبسكرايب والكومنت والشير، واخر شيء قولوا لي ايش رايكم بالاشاعات اللي سمعتوها، هل انتم معه ولا ضد، متحمسين مو متحمسين، ايش رايكم؟ كنت معاكم عبد الله حسن، وان شاء الله اشوفكم الاسبوع الجاي. واخر اشاعة عندنا لهالاسبوع من شركة كونامي وميتل جير 5، راح يقولون انه راح يصدرون اديشن جديد اللي هو الديمن اديشن، راح يغيرون فيه بعض الشخصيات وراح يغيرون فيه بعض القصة. بعض القصة؟ انت ما قلت اللعبة قلت ميتل جير. قلت كونامي. قلت ميتل جير. قلت اول شيء كونامي وميتل جير. عيدها. قلت عيدها. راح يعلنون عن ديمن اديشن. واذا موجود مثل جير؟ كم؟ لي عشاء. عشاء شنو؟ ماكدونالدز. ماكدونالدز. حتى ماكدونالدز مو قادر عليه؟ انا ما تعيد الطفل.